إذن البركة الخير المطلق. نعم، الخير الكثير. هنا البعض بيستعمل كلمة بركة بأسلوب أو بطرق يعني منافية للدين شوية. نعم. مثلا بنشوف بعض المظاهر ان الناس مثلا بيروحوا المقامات الشريفه مثلا زي سيدنا الحسين. نعم. ونحط ايدينا على الحيطه ونتمسح بيها. نعم. وبناخد بركه سيدنا الحسين، هو بياخد بركه الحائط. احنا بنقول في مثل هذا نقول اول شيء هناك اداب للزياره. الانسان اذا زار قبر النبي عليه الصلاه والسلام هو امر جائز بل مستحب، لا يعني ليس فيه مانع، اي مانع شرعي. أيوة. لأن بعض الناس كان ينهون أن الإنسان يخرج بنية أن يقصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره من قبور الأنبياء أو الصالحين، ويقولون يستدلون بالحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أيوة. يعني هذا الحديث لا يحمل على هذا المعنى، إنما بينه حديث آخر رواه الإمام أحمد في المسند، قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمطي أن تعمل من أجل الصلاة في مسجد إلا في هذه المساجد الثلاثة. أيوة. للمزية الخاصة بها، وهي زيادة الأجر والثواب. أيوة. فلأن ثواب الصلاة في المسجد الحرام يعني بعدد كبير، وغير المسجد الحرام، غير المسجد النبوي، وغير المسجد الأقصى، فهذا لعظم الثواب فيها، فينبغي أن تشد الرحال من أجل طلب زيادة الأجر، يعني في أجر الصلاة. ليس الصلاة. نعم تمام. ليس المقصود لا تشد الرحال، والا كما اورد الحافظ ابن حجر في الفتح ان سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه، سيدنا بلال الحبشي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من المدينة الى بلاد الشام. ايوه. استأذن ابي بكر، ثم بعد ذلك اذن له سيدنا عمر، سكن بلاد الشام، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا النبي يقول له ما هذه الجفوة يا بلال، أما آن لك أن تزورنا؟ ما شاء الله. كأن ما شاء النبي الله. يعاتبه، يعني عتاب المحبين. أيوه. قال له ما هذه الجفوة يا بلال، أما آن لك أن تزورنا؟ أتأخرت علي. فقام سيدنا بلال رضي الله عنه وشد رحله وذهب إلى أين؟ لزيارة، قصد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أن دخل على القبر الشريف انكب عليه يقبله. هذا في فتح الباري شرح صحيح البخاري. فانكب عليه يقبله، قالوا غلبه الشوق، الشوق يغلب بلالا، لذلك قالوا لطيبة تعرج إن بين قبابها حبيبا لأدواء القلوب طبيب. ما شاء الله. إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال غلبه الشوق فانكب على القبر يقبله.